مرحبا، حييكم باسم ربنا الحبيب يسوع المسيح. اسمعوا معي بداية هالوعظة من قسيس راعي كنيسة إنجيلية. ما رح أذكر اسمه ولا اسم الكنيسة تما يقولوا في عندي شي شخصي معهم. ما عندي أي شي شخصي، أنا مش عايش لنفسي، أنا عايش للمسيح. بالجزء القصير اللي رح تسمعوه هلأ في تعليم غلط وكتير خطير، بتمنى يكون القسيس قاله عن خطأ وبلا انتباه، إن شاء الله يكون هيك. فأنا ما عندي شي ضده، أنا بحس حالي مسؤول صحح هالخطأ اللي صدر عن قسيس راعي كنيسة عم يتبعوا تعليمه كتير ناس. كلام الله ما في مساومة فيه، ما فينا نقول معليش لما منسمع تعليم هالقد غلط وخطير من منبر كنيسة. اسمعوا معي شو قال القسيس ببداية وعظته. خلينا نكون عم نسمع كلمة الرب، فخلينا نفتح على إنجيل مرقس الإصحاح الرابع. سنة زمان بالعهد القديم حبيت شكل شوي، اشتقنا ليسوع، حبيت نحكي عن الرب. بعدني لهلأ كل ما أسمع هالجزء ما بصدق دينية. القسيس المحترم شايف إنه المسيح مش موجود بالعهد القديم، حضرة القسيس شايف إنه المسيح غايب بالعهد القديم. القسيس الكريم كان صار له زمان بالعهد القديم، مثل ما قال حرفيا، يعني كان صار له زمان عم يوعظ من أجزاء من العهد القديم أو من أسفار العهد القديم. إذا عن جد ما كان عم بيقدم المسيح المصلوب اللي موجود على كل صفحة وبكل سطر بالعهد القديم، مصيبة. إذا عن جد ما كان عم بيشوف المسيح المصلوب بكل مطرح بالعهد القديم وكان عم يشتاق للمسيح، يعني ما كان عم بيشوف شيء، مصيبة كبيرة. إذا المؤمنين اللي كانوا عم يسمعوه طول هالزمن اللي كان عم يوعظ فيه من العهد القديم ما كانوا عم بيشوفوا قدام عيونهم المسيح عم ينرسم مصلوب، مثل ما بيقول الرسول بولس للغلاطيين، وكانوا طول هالوقت مشتاقين للرب، يعني في مشكلة كبيرة بعقيدة هالراعي وبوعظاته وشرحه للعهد القديم. إذا راعي كنيسة عم بيخلي رعيته تشتاق للمسيح طول الزمن اللي فيه كان عم يوعظ من العهد القديم، هيدي مصيبة كبيرة أكبر من المصيبة اللي صارت بسبب زلزال تركيا وسوريا. طول الوقت اللي كان فيه عم يوعظ من العهد القديم، هيدا الراعي اللي لازم يطعمل خراف كلام الله، يعني المسيح المصلوب اللي هو كلمة الله، الخبز النازل من السماء. هيدا الراعي كان حارم الخراف من هالخبز. ما بعرف لكن شو كان عم يوعظ وشو كان عم يطعم رعيته. إذا بوعظك ما بتقدم المسيح المصلوب، بتكون مش بس ما عم بتقدم طعام لرعيتك، بل بتكون عم بتقدم له زبالة تياكلوها. ايه، ما حدا يحتاج كل شي غير المسيح المصلوب، هو زبالة وتعليم غلط بيسمي من الناس وبيوديهم على جهنم. عن جد بتمنى يكون القسيس قال هالكلام عن غير قصد وما كان مركز منيح لما قال هيك. لك قال هلأ حب يحكي عن الرب، ليش قبل عن مين كنت عم تحكي لما كنت عم توعز من العهد القديم؟ عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وجدعون وداود وسليمان ودانيال والأسود وغيرهم؟ عن جد ما كنت عم بتشوف المسيح بكل هالشخصيات والأحداث؟ الرب يسوع قال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. كل الكتاب المقدس هو عن المسيح، من أول حرف بسفر التكوين لآخر حرف بسفر الرؤيا، كله عن ابن الله اللي هو الألف والياء، الأول والآخر. ما هو أصلا كلمة الله المتجسد. لما كان الخاص الحبشي راجع من أورشليم عم يقرأ سفر النبي إشعيا اللي هو من أسفار العهد القديم مثل ما كلنا منعرف، شوفوا شو صار النص بأعمال الرسل 8:30-35. فبادر إليه في لبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيقى إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال
أطلب إليك، عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح في لبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. بشروا بيسوع من نص بالعهد القديم. هلأ ممكن حدا يقول أنه ثائبت النص اللي كان عم يقرأ الحبشة كان نبوة عن المسيح. كتار ممكن يعترفوا أنه في أجزاء بالعهد القديم هن نبوات عن المسيح، بس بيقولوا لك مش كل العهد القديم عن المسيح. مثلا مرة كنت عم بحكي مع حدا من بدعة شهود يهوى وقلت له أنه كل الكتاب المقدس هو عن المسيح لأنه المسيح هو كلمة الله. قال لي ايه، في أجزاء كتيرة بالعهد القديم هن نبوات عن المسيح بس مش كل العهد القديم. وفي مسيحيين كتار منن أفضل بكتير من شهود يهوى، ما بيشوفوا بنصوص العهد القديم غير خبريات بتشجعنا بالإيمان ومش بالضرورة هي كلها عن المسيح المصلوب وكنيسته. بيقولوا لك في أكيد نبوات عن صليب المسيح بس مش كلهم عن الصليب. بس لا، الكتاب المقدس كله عن المسيح المصلوب. بتقلي الحبشة كان عم يقرأ نبوة عن المسيح؟ طيب شو رأيك بنص قاله داود عن نفسه؟ شوفوا المزمور الثاني، إني أخبر من جهتي قضاء الرب، قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. هون الملك داود عم يحكي عن حاله ولا عن المسيح؟ عن المسيح. بس شو قال؟ قال قال لي. قال له لداود ولا للمسيح؟ شايفين كيف كل شيء بالعهد القديم هو عن المسيح؟ بيقلك الرسول بطرس بأعمال 2:25-32، لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. هيدا داود عم بيقوله عن نفسه، بس هل هي عن داود؟ لا، عن المسيح. شوفوا شو بيتابع وبيقول الرسول بطرس، أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود، إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا، فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. جسد داود فسد، جسد كل الأنبياء فسد وأكلوا الدود، جسد المسيح لم يرى فسادا. بيقول بطرس بغير مطرح بأعمال 10:43، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. والصخرة اللي شربوا منها أبناء إسرائيل بالصحراء كانت عن المسيح، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. كورنثوس الأولى 10:4. والحجاب بالهيكل كان صورة عن جسد المسيح، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، عبرانيين 10:20. الهيكل كله كمان رمز لجسد المسيح مثل ما هو قال، كل شيء بالهيكل هو عن المسيح. ايه تابوت العهد كمان عن المسيح ومش عن العذراء مثل ما بيتفلسفوا الكاثوليك. شو بشعة نعطي مجد المسيح لمخلوقة مهما على شأنا، والدة الإله ومباركة بين النساء على راسه، بس ما بتعطوها مجد المسيح؟ مش هي باب السماء، المسيح باب السماء. حتى شوفوا السلم اللي شافه، لازم نقول شافه لأنه السلم مؤنث بس بالدارج بنستعمله مذكر، السلم اللي شافه يعقوب بتكوين 28 كان المسيح. بيقول النص بتكوين 28:12، ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها.
إجا يسوع قال بيوحنا 1:51 الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. كل شيء كل شيء عن المسيح، هيدا الكتاب المقدس من أوله لآخره عن المسيح ابن الله الحي. قال الرسول بولس لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، كورنثوس الأولى 2:2. لما الرسول بولس كان يقرأ من العهد القديم ويوعظ الناس ما كان يعرف غير المسيح المصلوب، موضوعه كان المسيح المصلوب. تعرفوا ليه؟ لأنه ما فيك تعرف الآب غير بالابن، يعني بالمسيح المصلوب. العالم ما بيقدر يعرف الله بحكمته، الله أعلن عن نفسه بجهالة وضعف الصليب اللي هو وحده حكمة الله وقوة الله. فأوعك تقبل أنه راعي كنيستك يكون عم بيخليك تشتاق للمسيح لما بيكون عم بيوعظ من العهد القديم. بالكنيسة طول الوقت ليل نهار مش لازم نعرف شيء غير المسيح المصلوب. الله معكم، وكل المجد لله وحده، الآب والابن والروح القدس. آمين.